بدأت الحياة الطبيعية تعود إلى كل من بلدة الحوايج وذيبان والشحيل في الريف الشرقي لمدينة دير الزور السورية، بعد أن كانت شهدت المنطقة 3 أو 4 أيام من الاضطرابات نتيجة تسلل بعض المسلحين إلى هذه المنطقة وأطلاق قوات سوريا الديمقراطية لعمليات عسكرية تستهدف هذه الخلايا والقضاء عليها. صار من أيام العيد ولليوم 3 أو 4 أيام اضطرابات من منطقة الحوايج وذيبان وشحيل وباقي المناطق الريف الشرقي بدير الزور. بعد 3 أو 4 أيام شايفين كأنه نوع من الاستقرار بالمنطقة، شو وضع المنطقة حاليا؟ الحمد لله رب العالمين. يعني احنا نريد انه بس امورنا الحمد لله زينة وما عندنا اي سالفة ولا بشيء ولا بمشاكل، والله يبعدنا عنا المشاكل واحنا بخير وبركة من الله سبحانه وتعالى. شكرا.